بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم بإذن الله في مادة التاريخ للمرحلة الثانية ثانوي إنساني سوف نستكمل بقية دروسنا للوحدة الثالثة. ننتقل إلى الدرس 21 بعدما تعرفنا في الدرس السابق على نشأة إمارة الدرعية ونشأة الدرعية على مؤسسها مؤسس الدولة السعودية الأولى وهو محمد بن سعود بن مقرن رحمه الله. اليوم راح نتعرف كيف تأسست الدولة السعودية الأولى، مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى. طبعا بدأ التأسيس بتولي الإمام محمد بن سعود زي ما ذكرنا محمد بن سعود اللي هي إمارة الدرعية في عام 1139 محققا المزيد من النفوذ والقوة والاتساع فيها. فواصل البناء الذي بدأ أسلافه منذ مانع المريدي مؤسس الدرعية، ووضع في خطته أن تكون الدرعية منطلقا لبناء دولة أكبر وأوسع تحققا في تحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية. واستطاع هذا الشخص اللي هو محمد بن سعود أن يقود إمارة الدرعية إلى وضع جديد حتى تتحول فيه إلى دولة واسعة النفوذ تسيطر على معظم شبه الجزيرة العربية بسياسة ومواقفه التي حققت ذلك في عام 1157. إذا متى تأسست الدولة السعودية الأولى؟ في عام 1157، وكانت عاصمتها هي الدرعية. ومن أبرز مظاهر ذلك التأسيس هو أولا تأمين الاستقرار في إمارة الدرعية وإزالة كل الخلافات والنزاعات مع البلدات المحيطة بها. فكانت لسياسة الإمام محمد بن سعود تجاه العيينة والرياض وغيرها الأثر العظيم في تمكين الدرعية لتقوم بدورا سياسيا كبيرا في المنطقة، وتكون هذه المنطقة مستقلة عن أي نفوذ خارجي. 2. تأمين طرق التجارة والحج التي تمر بالدرعية بالاتفاق مع كثير من القبائل في المنطقة، وألا تتعرض لتلك القوافل التي قادمة لأداء فريضة الحج وأن تيسر مرورها، وهذا زاد حركة التجارة وقوافل الحج المارة بالدرعية وهو ما أضفى المكان اقتصاديا خاصا. 3. وضع نظام اقتصادي يساند إدارة الإمارة بفرض بعض العوائد لبيت المال للصرف على شؤون الدولة واستقرارها. طبعا اشتهرت الدرعية في ذلك الوقت بزراعة النخيل المنتج لأجود أنواع التمور، فانتشرت مزارع النخيل في جوانب المدينة على أطراف وادي حنيفة. هذا هو صورة لمنطقة الدرعية التي تعتبر الآن منطقة تاريخية أثرية عظيمة. وصف المؤرخون وضع وسط شبه الجزيرة العربية من الناحية السياسية والدينية قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى من الناحية السياسية. خلونا نأخذها أول شيء من الناحية السياسية. تمثلت من هذه الناحية في تعدد الإمارات الصغيرة والتناحر فيما بينها وفقدان الاستقرار. فقد وصف المؤرخ عثمان بن بشر الذي تعرفنا عليه في الدروس السابقة هذه البلدان في نجد بأنها دويلات صغيرة جدا، وكل بلدة أو عشيرة كانت بمنزلة دولة. وأدت هذه الأوضاع إلى النزاع وفقدان الاستقرار وضعف البناء الاجتماعي والاقتصادي والحضاري. واتسمت الناحية الدينية بانتشار البدع والخرافات مثل التوسل بغير الله وإشراك غيرهم في العبادة وضعف التوحيد. هذه من الناحية الدينية. إذا انتهينا من الناحية السياسية وأتينا من الناحية الدينية وهو انتشار البدع والخرافات والتوسل لغير الله في العبادة. لذا كانت المنطقة بحاجة ماسة إلى دولة مركزية موحدة لتأمين الاستقرار ونشر العقيدة الصافية وتحقيق التطور للمجتمع الاقتصادي والعلمي والحضاري من جميع رعايا الدولة. فأدرك الإمام محمد بن سعود الحاجة الماسة إلى تغيير هذا الوضع السياسي والاقتصادي والديني والعمل لتأسيس الدولة التي يمكن أن تحقق ذلك. فأصبحت إمارة الدرعية مهيئة لقيام الدولة المركزية نتيجة لسياسة الإمام محمد بن سعود في الجوانب الدينية، حيث كان يعني متمسك بالعقيدة ومتمسك بالدين الإسلامي، ومن خلال اتباع تعاليم الدين سوف تكون اتباعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي صحيحا مبنيا على أسس دينية. وساعد في ذلك الاستقرار نشأة المدن في منطقة وسط شبه الجزيرة العربية التي أدرك أهاليها ضرورة وجود هذه الدولة التي تؤمن استقرار لهم.
وتعد إمارة الدرعية أساسا لتأسيس الدولة السعودية الأولى، خصوصا جهود الإمام محمد بن سعود في عام 1139 عندما تولى إمارة الدرعية وأمضى نحو 20 عاما في تقوية الإمارة وتهيئتها لنقلها إلى دولة مركزية. ولتأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية وقوة حكامها الإمام محمد بن سعود الذي بنى أساس الدولة على الإسلام وتحقيق الاستقرار للجميع، قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي بدأ بالدعوة الإصلاحية في العينة أن يزيل البدع والممارسات غير الشرعية والانتقال إلى الدرعية. لماذا ينتقل إلى الدرعية؟ لقناعته بحاجته إلى دولة قوية تساندها بعد أن لم يجد من حاكم العيينة عثمان بن معمر المساندة بسبب وقوعه تحت نفوذ حاكم الأحساء الذي طلب منه ألا يؤيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأسباب سياسية. التقى الشيخ الإمام محمد بن سعود بالشيخ محمد بن عبد الوهاب في بدء تأسيس الدولة السعودية الأولى. ذكرنا أنها متى تأسس الدولة السعودية الأولى؟ عام 1157 هجري، وقدم له التأييد الكامل للدعوة التي توائم أهدافها الإسلامية الصحيحة، أسس الدولة السعودية الأولى. إذا بدأت نشأة الدولة السعودية الأولى على أسس دينية وأهداف إسلامية صحيحة، انتشرت من الدرعية كل مبادئ الإسلام وتغيير البدع والانحرافات وعبادة وإشراك الله سبحانه وتعالى في العبادة، مما أدى إلى استقرار هذه المنطقة وبسط نفوذهم على أرجاء الدولة، حيث أصبحت دولة إسلامية هدفها نشر الإسلام باتفاق الإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب وتأييده لهذه الدعوة وتحقيق أهدافها. هذا كان درسنا لهذا اليوم اللي هو تأسيس الدولة السعودية الأولى بقيادة الإمام محمد بن سعود بن مقرن. نستكمل بإذن الله في الدرس القادم.